بالتزامن مع عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، ترأس غبطة البطريرك بير باتيسابت سابالا بطريرك القدس للاتين القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة دير بيت الزيارة في دابوق لراهبات الوردية بمناسبة إبراز النذور الدائمة للأخت رند حمارنة وإبراز النذور الأولى للأختين بتول فخوري ونجلين البناء وتجديد النذور للأختين أنجيلا بشارة وميري معوض. وقد حضر القداس السيادة المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن وجمع من الأباء الكهنة وراهبات الوردية والرئيسة العامة الأم صوفي حتر والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين وحشد من أبناء الرعية. اليوم نحتفل باحتفالين أساسيين. الاحتفال الأول هو انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، والثاني النذور، إن كانت النذور الأولى النذور الدائمة أو النذور المؤقتة. اليوم نحن نحتفل حدث هام بالنسبة لنا في حياة الكنيسة. And these two moments fit very well. وهي الأحداث هي مدموجة بعضها البعض بشكل جيد جدا. The solemnity of the Assumption of the Holy Virgin is directly linked, connected with the resurrection of Jesus. الاحتفال بانتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء مرتبط كل الارتباط مع قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. It is a consequence, cannot be assumption of the Holy Virgin if we don't have first the resurrection. بل هي نتيجة، لأنه ما كان بيكون في إمكانية للانتقال من مريم العذراء بالنفس والجسد بدون قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. The resurrection of Jesus is not just the triumph and the victory of the life over death, the victory of Jesus in the world, but is also annunciation of what will be our destiny as human beings baptized and redeemed by in the blood of Christ. قيامة يسوع المسيح من بين الأموات هي ليس فقط انتصار شخص يسوع المسيح على الموت بقيامته، إنما هي بشرى جيدة جديدة بالنسبة لنا لكل إنسان مؤمن على شو راح يكون حالنا نحن بعد الموت. We also we receive the baptism, we live the life, the full of the Trinity in us. We already started, but we want to participate fully in the life of God, in the divine life. ونحن بحكم عمادنا، العماد هي فاتحة الأسرار، وبحكم هذا العماد اللي فيه نحن ندفن مع المسيح ونقوم معه، نحن نبدأ أن نعيش هذه الأحداث الأساسية من حياة يسوع المسيح نفسه، لا نحتفل بشيء آخر عن يسوع المسيح. أخواتي العزيزات، قد تكرسنا لله بالماء والروح القدس يوم العماد، فهل ترغبنا في الارتباط بالله ارتباطا قويا بتقدمة حياتكن له شهادة للإنجيل؟ هل ترغبنا اتباع المسيح في الحياة الرهبانية باختيار العفة الدائمة من أجل الملكوت، الطاعة سعيا لتحقيق مشيئة الآب، والفقر من خلال بذل الذات على مثال وخطى مؤسسة الرهبنة القديسة ماري ألفونسين؟ فليبارك الرب مقاصدكن بنعمته تعالى. هل ترغبين في التكرس لله على وجه أكمل بفعل الالتزام الرهبني الدائم؟ هل ترغبين بعون الله أن تعيشين دوما حياة التبتل الكامل والطاعة والفقر على مثال المسيح الرب وأمه البتول والقديسة ماري ألفونسين؟ هل ترغبين مواصلة السير في محبة الله والقريب على هدى الإنجيل المقدس وقوانين أسرتك الرهبانية؟
هل ترغبين بنعمة الروح القدس أن تبذلين حياتك كلها في خدمة شعب الله؟ ليكمل الله هذا العمل الصالح إلى يوم مجيء ربنا يسوع المسيح. آمين. وفي ذات المكان الإيماني ترأس سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة دير بيت الزيارة في دبوق بعمان بمناسبة اليوبيل الذهبي لإبراز النذور المقدسة للأخوات إمران الصدعيبس، بولين سلامة، ميرافيم سلامة، جابرييل نصيف، فرانشيسكا خميس، كونشتا حسان، واليوبيل الفضي لإبراز النذور المقدسة للأخوات أنجلا نهرة، فيكتوار مرجي، لورا صليبي، ميشيل الراسي، كارميلا بوخزعة، كلارا معشر، ماجدة حداد، دميانا بدر، كلوتيد عجميان، كوليت بدر، ليتيسيا حداد، لودفينا قيقي. وفي عادة القداس الذي حضره عدد من الأباء الكهنة والراهبات وجمع من أبناء الرعية أكد المطران دعيبس أن نعمة الله ويده تقودنا وترافقنا دائما إلى الطاعة لله، وخاطب الأخوات المنذرات قائلا أنتن اللواتي أحبهن الله وقدسهن فكنا مسبحات وشاكرات إلى ملكوت الله وبره. فأنتم الذين اختارهم الله وأحبهم وقدسهم، عيشوا كما يليق بهذه الدعوة وكونوا شاكرين. هذه كلمات القديس بولس التي استمعنا إليها في القراءة الأولى، هذه القراءة الرائعة التي تنتهي ب ومهما يكن لكم من قول أو فعل أو تدريس أو خدمة في الكنيسة أو أي عمل بتقوموا فيه ليكن باسم الرب يسوع تحمدون به الله الأب. هذه الكلمات الرائعة. أهل العالم يحسبون إنجازاتهم ونجاحاتهم خصوصا بعد فترة 20-25 سنة، ونحن نخبر بما صنع الرب إلينا وبرحمته لنا على مثال الذي نال نعمة الشفاء في إنجيل اليوم، نخبر برحمة الله. أهل العالم يعددون الإنجازات، ونحن نعلم أننا أدوات في يد الله، نعمل يعمل بنا هو ما يشاء. نشكر أمنا مريم العذراء على رعايتها وحمايتها وشفاعتها. نشكر أمنا مريم العذراء اليوم كلنا مع أخواتنا الراهبات الوردية، ومن أجل أخواتنا الراهبات نتوجه إلى أمنا مريم العذراء طالبين شفاعتها، طالبين بركة الله ونعمته لرهبانية الوردية، أولاً طبعاً لمن يحتفل باليوبيل، ولكن لكل الرهبانية نطلب بركات الله لها جميعاً، لأننا نعلم في أن في قلب كل راهبة وردية في كنز